البسمة وتخفيف حدة الحرب عند الأطفال، أطلق مشروع أثر التنموي بدمشق وريفا، وبمشاركة مؤسسة سواعدنا لبعض، فعالية ترفيهية تنموية للأطفال ضمنت عدة نشاطات من المسرح التفاعلي، الراقص، ونشاطات دعم نفسي للأطفال. ولنتعرف أكثر عن هي الفعالية معنا عقاب نصر الحلبي، مدير مشروع أثر التنموي، وريما الشعراني مسؤولة العلاقات العامة بالمشروع. يسعد صباحكم، كل عام وانتم بخير. وانتم بخير. هلا، يسعد صباحكم. كل عام وانتم بخير. يسعد صباحكم. يعني مثل ما ذكرنا يا شباب بالمقدمه عن مشروع اثر التنموي، يمكن زرع البسمه للاطفال هي كثير مهمه وخاصه طبعاً بوقتنا الحالي. خلينا نتعرف اكثر مع حضرتكم عن هيدا المشروع. مشروع اثر اليوم لما انطلق، قال لما انطلقنا انه في كتير مثليكم، في كتير مبادرات انطلقت، في كتير مشاريع، فنحن بدنا نسأل سؤال هون، إن إحنا البلد بحاجة، فنحن لسه محتاجين. يعني قد ما كتر العدد أو كتر نشاطاتنا، لا لازم يكون لسه في أكتر. اليوم بيتشجع الواحد إنه يكون لسه في أكتر، ينطلق مشروع. يعني انطلقنا نحن من بداية العام الحالي مجموعة شباب سوري عندهم حب العطاء، بذرة خير حبوا يقدموها، وجمعنا حالنا بيكون إنه هيك هيكليا انطلق فيها بالمجتمع تحت اسم مشروع أثر التنموي. الهدف من المشروع هو تعزيز وخلق روح جسد السوري وتفاعل دور الشباب بالعمل التنموي، تجسيد روح الشباب بالعمل التنموي، كيف نحن نقدر نخدم المجتمع، نعبر عن ذاتنا، نسقل مهاراتنا، قديش نحن عم نحكي عن عمل خير بطريقة كتير حلوة، عم ترسم، عم نشوف هاي البسمة على وش الطفل. لما نحن بنكون بأحد المبادرات أو بأحد نشاطاتنا، الطفل ما بيكذب، ونعرف نحن أنه الطفل ما بيكذب، فبيقلنا أنه خلوكم عنا كتير حبيناكم، أو بكرة جايين. نفس السؤال دائما بيتكرر بس ينتهي النشاط، فنحن انه نحن هيك هيك انه خليكم تمضى مثلا 3-4 ساعات من النشاط، الاطفال مستمرين حابين هذا الشيء. نعم اكيد، مثل ما قلت يمكن المجموعات الاهليه وحتى الشبابيه كثير عم تشتغل بظل هالسبع سنين، مثل ما بيقولوا بحصه بتسند جره، يعني كل ايد مع بعضها عم تعمل شيء مميز. راما، بدي اسالك كمان عن المبادره اللي عملتوها الترفيهيه للاولاد، تحكي لنا عنها بالتفصيل، يمكن حكى شوي عقاب لمحه بسيطه عنها، فتحكي لنا عنها كيف كانت رده الفعل، كيف انتم حسيتوا يعني كمان. هلا نحن اول يوم بلشنا بمخيم جرمانة، كان تنسيق مع روضة البيسلان. نعم. مع روضة البيسلان كانت الاتفاقية استاذ عقاب وال مؤسسة سواعدنا لبعض. كانت المبادرة كتير، يعني كنا اول يوم كانت مبادرة كتير يعني نحكى فيها، وانه كانت كتير حلوة. يعني رسمنا البسمة على وجوه الاطفال، على وجوه الاهالي، كانت يعني انه حتى على وجوهنا قلنا انه كانت كتير شغلة، يعني بعد ما طلعنا نحن من هي المنطقة كنا كتير مبسوطين، يعني انه كتير يعني حتى انه طلعنا نحكي، يعني انه نحن عملنا شيء، انه رسمنا البسمة على وجوه كتير اولاد. يمكن كانت هي احلى عيد، يعني احلى عيد، طبعا وجود المتطوعين اللي كانوا معنا، وبوجود الاستاذ عقاب، وجود كل من المؤسسة، يعني كان كتير شيء حلو تعملنا. الله يعطيك العافية يا رب. عقاب، خلينا نحكي كيف بيتم التشبيك مع جمعيات خيرية أو مع مؤسسات أو مع أي حدا يمكن حابب يدعمكم، يدعم هذا المشروع، كيف بيتم التنسيق والتشبيك أيضا؟ هلأ نحن لما نطلق مبادرة، كانت انطلاقة المشروع بمبادرة سواعدنا ببعض، سواعدنا بأثر، المبادرة مشتركة بين مثل ما ذكرتوا مؤسسة سواعدنا لبعض ومشروعنا. الفكرة من التشاركية المجتمعية، ما تروح روح الأنا، يعني لا، روح نحن كلنا مع بعضنا عم نشتغل بنفس المجال، بنفس الخندق خلينا نقول، كلنا يعني شبكنا مع بعضنا، كل حدا كان له مجاله. عن طريق أول يوم كانت مثل ما ذكرت الأنسراما، كان أول يوم بمخيم جرمانة بروضة ليسان، عن طريق دعوة الأطفال عم يكون في تشبيك عن هي الروضة، عم يتم دعوة الأهالي مع الأطفال، مو بس الأطفال مشان نوضح، عم يكون في متواجدين كل يوم ما يقارب 200-250 طفل. كمان ثاني يوم كان عندنا بمبارح بملتقى الوئام الوطني بالشام القديمه، كمان كانت الدعوه عامه،
فنحن عم يكون في تنسيق مسبق قبل بانطلاق المبادرة بعدة أيام، عم بيخبرونا هنن شو ممكن يكون عندنا العدد تحسبان مشان حساب مثلا عدد المتطوعين، المستلزمات اللي نحتاجها، المستلزمات اللوجستية والبشرية نحن ممكن نحتاجها بهذا اليوم، كيف نرتبها مع بعضنا كإدارة مشروع. بالنسبة لكمان تغطية مع أو تشبيك مع مثل ما تفضلتي مع الجمعيات أو مع المؤسسات الدولة، هلا بيكون في اكيد في تعاون، يعني في عرض فكره، في عرض مشروع، وفي يمكن تبادل. تمام. عقاب لكان قد ايه وصل عدد المتطوعين؟ بنعرف انه كثير عم يتطوعوا وعم ينضموا لكم شباب، في عدد تقريبي وصلتوا له؟ تمام. هلا اليوم نحن بالمشروع وصل عدد المشروع تقريبا من 4 شهور لليوم ما يقارب ال 40 لـ 50 متطوع، صار عندنا عدد ما يقارب 50 متطوع. قبل دخول اي متطوع عم يخضعوا المتطوعين لدوره تي او في اعداد متطوعين، بنخضع له دورات عمل، ورشات عمل حقيقيه، يعني من دورات دعم نفسي، اعداد قاده مبادره، قياده، تواصل، كمان دورات للتعامل مع الطفل، تعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصه، لانه احنا كثير مركزين بمشروعنا على التعامل مع الاطفال بجميع الشرائح، يعني مو بس باماكن معينه. نعم. لحتى نقدر نكون احنا جاهزين لاي موقف طارئ بنعترضه نكون جاهزين. نعم. راما خلينا ننتقل لعند حضرتك ونحكي شو كيف بيتم اختيار الاطفال، وكيف بيكون يمكن بيتم انتقاء انه هلا في هي الفعاليه هي بتناسب هدول الاطفال؟ كيف الاطفال بيعرفوا انه عندكم مبادره او بيجهزوا حالهم لاستقبالكم بفعالياتكم؟ هلا اول شيء هن مثل ما بيكونوا دعوه عامه للاطفال، حيكونوا عن طريق كيف الدعوه العامه؟ عن طريق الاستاذ عقاب بيكون محاكي مع يعني مثل اول يوم بهيك نحكي مع روضه بيسان. نعم. يعني نحن اول ما وصلنا كانوا الاطفال موجودين، نحن بلشنا نوزع الانشطه على المتطوعين عنا، يعني بلش كل حدا له نشاط، كل حدا له دور. ايوه اكيد كل حدا له دور، له نشاط اللي مزهي. كل قسمنا الاولاد ل يعني اكثر من قسم، من يعني كان عده نشاطات عندنا، يعني قسمناهم عده مجموعات، النشاط الاول يخلصوا من النشاط الاول يرجعوا على النشاط الثاني، هيك لاخر شيء عملنا اخر شيء النشاط كان الرسم على الوجه. الاولاد كثير يعني انه كانوا كثير فرحانين انه هن يعني انه بس بدهم لا انه خلونا بعد انه ضلكم هون عنا. بس بدهم شيء يمكن شغلات بسيطه ليا بتسعد الاولاد. قد ايه بسيطين وقد ايه عن جد شيء حلو اللي عم تعملوه. عقاب في موقف معين اثر فيك برده فعل احد الاطفال او هيك وجه ما بتنساه لطفل؟ هلا في كثير مواقف بنساويها بس دائما بنكون عاملين كنترول على حالنا، يعني مشان نحن ما انه يعني نستمر بهيك قصص او نستمر لبعدين فيها. بيكون في اطفال احيانا بيجي هيك الطفل بيركض لعندك بيعبطك هيك بقوه بيحضنك، يعني بطريقه كثير لذيذه، يعني براءه الطفل قديش بتاثر عنا. فلا نحن من كمان مشان نحن ما نسبب له حاله تعلق مثلا بشخص التقينا فيه ممكن لمره بزيارات قادمه بعد فتره، ما نسبب له هي حاله التعلق، لا نحن بيضل عنا انه عاملين هيك كنترول بين بعضنا انه لا هذا مثلا طفل بنحاول ننقله على شخص ثاني، اذا حظنا حيتعلق بشخص بينتقل على نشاط ثاني تغري، يعني بنحاول انه يكون في تواصل بينه وبين كل رفقاته وبينه وبين كل المتطوعين مشان ما يتعلق بشخص معين يعني. نعم. عقاب يمكن عمركم صغير ولكن اندمجتوا بالمجتمع وبين الاطفال يمكن بسرعه، ولكن من خلال مشروعكم او من خلال الفعاليات اللي عم تقوموا فيها، شو اكثر فكره يمكن حسيتوا انه هي لازم تتطبق على ارض الواقع غير يمكن نرسم مع الاولاد او نلعبهم للاولاد؟ يمكن في قصص ثانيه هي لازم انه هي تنشغل عليها او انه حطيتوها ببالكم رح تعملوها بعد فتره. تمام. هلا بدي اوضح شيء، نحن دائما مثل ما تفضلت راما بعد كل يوم عم بيكون في اجتماع لاعضاء المشروع انه وين نقاط الضعف، وين نقاط القوه اللي واجهناها، شو المشكلات اللي واجهناها ليتم معالجتها. فنحن بنقعد نتحدث مثلا في نشاطات لازم ركزنا عليها، في نشاطات بشكل اقوى مثل ما تفضلنا نحن بالمسرح. هون الاطفال بحاجه لشيء مختلف كليا بيكون. يعني بالمسرح التفاعلي مثلا هو مو مسرح ترفيهي، هو مسرح بيكون هادف، بنركز على فكره معينه بتوصل لهم اياها للطفل بطريقه كثير بسيطه كثير سلسه بيستوعبها، بنلاحظ رده فعله وقت اللي بيتفاعل معنا هو ونحن على الستيج عم نقدم له شيء، بيجي الطفل يعني بتتوضح عنده فكره، بتتصلح عنده، بيتعالج عنده موضوع، بيتعدل عنده سلوك من طريق هي المسرح. كثير عم نلاقي يعني تفاعل ورده فعل ايجابيه عن طريق المسرح التفاعلي، ايضا بالمسرح الراقص كمان عن طريق
يعني حركات معينة كتير مركز عليها. كمان في فكرة امبارح عملناها انه عن طريق الحقيقة، مثلا انه اقول حقيقة بكذا، فبلش المتطوعين مثلا يمثلوا شيء قدامهم، ممكن انه سؤال وجواب. ايه فكمان هي كتير عم نلاحظه عليه. بالنهاية شو استنتجتوا؟ نسأل الأطفال شو استفدتوا؟ كذا كذا، بنلاقي إجابة مثل ما بدنا نحن، الفكرة اللي بدنا إياها وصلت له. أكيد. راما كمان بدي أسألك عن شو مثلا حطيتوا أنتوا كشباب آراء وأفكار لتطوروا هذا المشروع؟ يعني مثل ما عم يحكي عقاب، في رسائل توعية للأطفال من خلال تفريغ الطاقات المكبوتة عندهم، مثل ما بنعرف يعني مر زمان في أطفال ما بيطلعوا، ما عادت حياتهم مثل الأول حتى دراستهم، فهي رسائل توعية كتير مهمة حتى يفرغوا الطاقات السلبية وفعلا يكتسبوا مهارات حلوة. شو حطيتوا أنتوا أفكار أجندة لتطوير مشروع أثر؟ حطينا أفكار، إنه أفكار سلبية، أفكار إيجابية وأفكار سلبية. أول شيء إنه يكون هاي يعني بين في روح التطوع، روح التطوع بين الأشخاص. إذا كان في هذا الروح التطوعي رح يكون عمل ناجح. إذا ما كانت هاي الروح موجودة إنه أكيد هو رح يفشل، لأن هو مو حاطط بباله إنه هو لحتى يوصل شيء من التطوع لإنسان، هو بحاجة لهالشيء، بحاجة لدعم، بحاجة لكتير شغلات يعني. نعم. نعم أكيد. راما نحن بدنا نتشكركم كتير، موفقين بمشاريعكم الجاية، بديتوا بفترة قصيرة ولكن بدنا نتمنى لكم أن تستمروا بفعالية كتير كبيرة. شكرا عقاب وشكرا راما، وإن شاء الله بينعاد عليكم بالخير. بينعاد عليكم. أنا بدي أتشكركم وإن شاء الله بتتركوا أثر طيب على نفوس وقلوب كل الولاد اللي عم تتعاملوا معهم، توصلوا لأكبر شريحة بالمجتمع. شكرا لكم. شكرا لكم. كل عام وأنتم بخير. أما هلأ رح